طبابة مع سعيد حنتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم مستمعين الكرام وين ما كنتم، أهلا وسهلا فيكم في مساء هذا اليوم، مساء الخميس الجميل، في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي طبابة. يا مرحبا ومسهلا، إن شاء الله حلقتنا اليوم حلقة الخميس تكون جميلة وتكون مليئة بالمعلومات القيمة بإذن الله. واليوم اخترنا بالمناسبة عنوان جميل جدا، فتقدروا إن شاء الله من خلاله تستفيدوا من خلال طرح أسئلتكم والدكتور حيجاوب عليكم بإذن الله. بس قبل أي حاجة خلونا نرحب بضيف حلقتنا، سعادة الدكتور خالد موسى، استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. دكتور خالد حياك الله معانا. الله يحييك ويبقيك، يسعد مساكم. ويا مرحبا فيك دكتور، ومرحبا بجميع المستمعين اللي يسمعون الآن من خلال إذاعة ألف ألف. اليوم حلقتنا خصصناها للأطفال بصفة عامة، هنتحدث عن أكثر 5 حالات شيوعا في جراحة الأطفال، هنتحدث عن الخدمات اللي بيقدمها جراح الأطفال، وحنتحدث أيضا عن مفهوم جراحة الأطفال واختلافها عن جراحة البالغين، وأيضا في عناوين أخرى حنتحدث عنها خاصة بالأطفال. فأهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة. واللي عنده سؤال أو استفسار فيما يخص حلقتنا اليوم عن الأطفال تقدر تطرح سؤالك على سعادة الدكتور خالد من خلال أرقام الهواتف المباشرة. الهاتف الأول 011-21-78-585 أو عن طريق الهاتف الثاني 012-61-61-100. وتقدر كمان عن طريق تطبيق الواتساب 055-66-89-001. طيب يا جماعة خلونا نبدأ مع الدكتور خالد. بداية دكتور نبغى نتعرف زي ما ذكرنا في البداية أنه حنتحدث عن أكثر 5 حالات شيوعا في جراحة الأطفال، فحابين نتعرف عليها الآن دكتور ونفصلها للمستمعين الكرام. أي نعم، الآن نتكلم عن جراحة الأطفال. جراحة الأطفال هي الخدمة اللي تقدم من طبيب الجراحة إلى الأعمار ما دون 15 سنة، من بعد الولادة، من أول ما يتولد الطفل أو الطفلة إلى عمر 15 سنة. هذه الفئة العمرية الغالية علينا جميعا والأكثر شيوعا في بعض أمراضها الجراحية، يهتم فيها طبيب أو جراح الأطفال بعلاجها. اختلف المفهوم عن الماضي بأن الطفل عبارة عن كبير أو رجل بالغ لكنه صغير في الحجم، لا، الآن هو الطب مختلف تماما، مختلف في علاجه، في تشخيصه، في الرعاية فيه بالاهتمام. وتطورت في الفترة الأخيرة خلال 20-30 سنة الماضية جدا جدا، وصار تخصص منفصل تماما عن أي جراحة أخرى، منفصل من ناحية تقنية وفنية، من ناحية علمية، ومن ناحية حتى التعامل مع الأطفال. ممتاز دكتور، لما نتكلم عن جراحة الأطفال هل يعني مثلا خلينا نقول جسم الطفل مختلف عن جسم الشخص البالغ؟ نعم، الطفل ليس كما الماضي انه عبارة عن انسان لكن بحجم صغير. لا، في اشياء كثير مختلفة داخليا وخارجيا، في اشياء مختلفة في وظائف الاعضاء الداخلية، في الامراض وسلوكها المتوقع عند الاطفال يختلف عند الكبار. تطور المرض اذا كان موجود ويحتاج تدخل جراحي يكون سلوكه غير سلوك الكبار، لذلك يكون صار في صرف وقت كبير لتدريب الطبيب وتهيئته للتعامل مع هذه الفئة العمرية. ممتاز، يعني خلينا نقول مثلا بيكون نفس المرض عند البالغ وعند الطفل الصغير، لكن طريقة العلاج مثلا بتختلف بين الطفل وبين الشخص البالغ. نعم بالضبط، طريقة العلاج، العناية، المتابعة، التشخيص،
كلها مختلف. وفي الأطفال إحنا نتعامل ليس مع مريض وبس، بل مع عائلة ومع بيت كامل. إذا مرض الطفل في البيت الجميع بدأ يتلخبط البيت وتصير الأمور تأخذ مواقع أخرى لكل شخص، بينما في الكبار لا، يختلف الوضع شوي. عند الأطفال دائما دائما يوجد من يرعى الطفل وينتبه له في البيت، أم، أب، جدة، خال، عمة، كلهم محتاجين هم توعية أكثر، يكون العائلة على كيف العناية بالطفل. وخصوصا أن الطفل مشكلة عنده، خصوصا الفئة العمرية اللي لا تستطيع تعبر عن نفسها، هذه الفئة في تعابير أخرى ممكن يعرفها الطبيب المتخصص في هذا المجال، يقدر يترجمها إلى أشياء أخرى تدل على مرض أو على سلوك مرضي معين، عكس العائلة اللي ممكن الواحد يعتقد أنه لا، هذا ضمن النطاق الطبيعي لتطور الطفل. ممتاز. طيب دكتور، الآن نبغى نتعرف على جراح الأطفال. من هو جراح الأطفال؟ إيش بالضبط بيسوي؟ وإيش وظائفه تجاه الأطفال؟ تمام. جراحة الأطفال هي أولا من ناحية تهيئة الجراح هي تختلف، لأنها محتاجة كثير دقة وكثير عمل ودراسة وشغل إلى أن يصل الواحد إلى الجراح إلى مرحلة يستطيع التعامل مع مختلف الأحجام ومختلف السلوك المرضي. جراحة الأطفال تعالج الأطفال، بالنسبة لي أنا جراح أطفال حديثي ولادة في نفس الوقت. حديثي الولادة هو اللي من أول ما يتولد إلى أن يصير عمره شهر. هذه الفئة العمرية محتاجة في لها أمراض معينة أكثر شيوعا في هذه الفئة، ولكل فئة عمرية أمراض معينة أكثر. فمثلا ما ممكن نكون نشوف التهاب الزايدة الدودية اللي نشوفها عند الأعمار الأكبر في الثلاث أربع خمس ست سنوات، ما ممكن نشوفها عند أول 40 يوم. فيكون في أمراض أخرى أو أشياء أعراض جراحية أخرى هي اللي تحتاج العناية أو الجراحة. عموما جراحة الأطفال بشكل عام أي شيء يتعلق بالجراحة مخصوص للفئة العمرية من 0 إلى 15 سنة هنا يهتم فيها دكتور جراح الأطفال بالتعاون مع زملاء الثانيين، سواء من باطنية أطفال أو أطباء حديثي الولادة أو أطباء الإنعاش. ممتاز. طيب نبغى نذكر جميع المستمعين الكرام بأرقام التواصل للمشاركة معنا وطرح أسئلتهم واستفساراتهم. عندك سؤال فيما يتعلق بطفلك أو سؤال بصفة عامة عن جراحة الأطفال، تقدر تطرح هذا السؤال على سعادة الدكتور خالد موسى، استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. أرقام الاتصال، الهاتف الأول 011-21-78-585 أو عن طريق الرقم الثاني 012-61-61-100 أو من خلال تطبيق الواتساب 055-66-89-001. جميل. الآن دكتور نبغى نتكلم عن أكثر 5 حالات شيوعا في جراحة الأطفال، فودنا كذا نتعرف على أكثر الحالات اللي بتجيك في العيادة دكتور. حقيقة في أكثر شيء يعمل جراحة الأطفال كشيوعة وليس كنوعية هو الختان اللي نسويه للجميع. ما في الطفل إلا وهو لازم يكون عامل الختان في مرحلة من مراحل عمره. في الوضع الحالي يعني في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في الخبر أنشأنا وعملنا مع التعاون مع إدارة المستشفى عمل خط ولا قبول لحالات الختان بما يتطابق مع شروط وزارة الصحة ومع الشروط العالمية. فالآن أي طفل يولد في المستشفى خلال 48 ساعة الأولى إذا كان يسمح الوضع يتم تهيئة لعملية الختان، وتتم عملية الختان بالحلقة والطفل لازال موجود في المستشفى ويطلع مع والدته إلى البيت وهو انتهى الموضوع الختان عنده.
في أطفال لا ما يسمح الوضع لسبب أو لآخر، إما لسبب طبي يكون في مشاكل في أول أسبوع أسبوعين في موضوع تحليل الدم، فلا تنطبق عليه الشروط اللازمة لعملية الختان فيتم تأجيله ويجينا في العيادة، وفي العيادة يتم الجدولة وعمل عملية الختان في مكان معقم في غرفة معقمة بأدوات معقمة بتحت تخدير موضعي. الهدف من الموضوع أو الختان بشكل عام أن تتم أولا عملية الختان بشكل صح ومهني، اثنين لا يتعرض الولد ولا العائلة ولا الطفل إلى عملية الألم اللي كانت في الماضي اللي هي مزعجة للطفل وللكبير وللعائلة. وحسب الدراسات العالمية كلها تؤكد أن الطفل يحس في الألم وفي عنده ألم ويصير عنده تغيرات فسيولوجية داخلية بسبب الألم، لذلك عند اتبعنا سياسة قدر الإمكان لا ألم خلال عملية الختان. ممتاز جدا. طيب دكتور الآن استأذنك موعد فاصلنا الأول، نطلع لهذا الفاصل وبإذن الله نرجع نكمل، خلوكم معانا مستمعين الكرام. يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم برنامج طبابة. خلونا نرحب من جديد بسعادة دكتور خالد. دكتور مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا بكم. أستاذنك دكتور الآن عندنا اتصال من الأخ الكريم مشاري، تفضل أخوي مشاري. تفضل. السلام عليكم، أسعد الله مساكم جميعا. أستفسر بالنسبة للدكتور خالد، عندي طفل عمره سنة وستة أشهر، اعتماد الكلي لحق بالتنفس عن طريق الفم، شخير عنده. في المؤشرات الأولية عند الطبيب العام قال لنا يعني أنها هي لحمية، هل بهذا العمر نسوي له عملية ولا كيف؟ ممتاز، تفضل دكتور. في الحقيقة الموضوع ما يتعلق في الحنجرة واللحمية أو الإذن والأنف والحنجرة واللوز يتبع لقسم الإذن وأنف والحنجرة وليس لجراحة الأطفال، وفي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في الخبر متوفر قسم متكامل جدا لعلاج كل ما يتعلق بموضوع الأطفال ومعاناتهم مع الشخير أو صعوبة التنفس أو التنفس من الفم أو الالتهابات المتكررة في اللوز. فريق كامل متكامل وإنجازات ومخرجات رائعة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر، فممكن تتفضل وتأخذ موعد عن طريق الأبليكيشن ويشوفك دكتور أو دكتورة المتخصص في إذن وأنف وحنجرة. ممتاز جدا. طيب دكتور الآن نبغى نواصل الحديث أكثر فيما يتعلق بالحالات الشائعة ونتكلم. نعم. يعني تكلمنا عن الختان، الآن نبغى كمان نشوف إيش كمان أبرز الأمور المختلفة اللي بتجي في عيادة جراحة الأطفال. في عندنا نوع من أنواع الأمراض برضو يمكن رقم اثنين شيوعا يكون هو حالات كل ما يتعلق بموضوع الفتاق، سواء فتاق في السر أو فتاق الإيربي اللي يكون في تحت على اليمين أو اليسار في منطقة العانة. في الواقع في الفئة العمرية يختلف سرعة علاجه، في كل الأحوال يحتاج عملية لإصلاح هذا الفتق، لكن يختلف السرعة في عمل الإجراء وعمل العملية. بالنسبة للأولاد أو اللي دوبهم حديثي الولادة من أول ما يتولد إلى عمر 3 شهور لابد من عمل العملية في أسرع وقت ممكن من اكتشاف هذا الفتاق. يعني نظرا لوجود كثير مضاعفات ممكن تأثر على الطفل، العملية تعتبر سهلة جدا من العمليات الشائعة والعمليات السطحية، ومخدرها يكون مو مخدر عميق جدا، والطفل أو المريض يصحى من المخدر وينتهي موضوع، وحتى الخط الجراحي وشفاء يكون جدا ممتاز وسريع، وخلال كم يوم بعد العملية كل شيء يرجع طبيعي بعد إجراء العملية. لكن بالميزان عدم عمل العملية في هذا أو إصلاح هذا الفد ممكن يؤدي إلى مضاعفات كثيرة، أهمها أن ممكن جزء من محتويات البطن وخصوصا الأمعاء يخرج من خلال هذه فتحة الفتاق اللي موجودة في جدار البطن ويكون موجود في الخارج ولا يرضى يرجع إلى داخل البطن،
يؤدي إلى مشاكل من ضمنها يمكن أبسطها إن قيء واستفراغ وألم في منطقة الإفتاق إلى لا سمح الله غرغرينا وخسارة لهذا الجزء اللي طلع ولا رجع من الأمعاء. لذلك ننصح دائما اللي عنده اللي يشك من العائلة إن طفل في إفتاق أو في بروز في أسفل منطقة العانة خصوصا مع بذل المجهود مع الكحة مع البكاء مع الصياح يبرز ومع النوم يرجع لابد من مراجعة الطبيب بأسرع وقت طبيب جراحة أطفال. ممتاز ممتاز جدا. يعني تحدثنا قلنا أول حاجة دكتور اللي هي الختان بعد كذا الفتاك وممكن كمان نواصل الحديث أكثر ونتحدث عن الأمور الأخرى. نعم في عندنا كمان الأكثر اللي نشوفه كثير في العيادات يعني خلال مهنتنا اللي أكثر من 25 سنة. نعم. في حالات ثانية اللي تيجي وتكون هذه مقلقة للعائلة خصوصا العوائل اللي يكون عندهم ولد سابق أو أولاد وجاهم ولد في مشاكل في الخصية. المشاكل دائما اللي تشوفها الأم والأب إن الخصية ما هي موجودة في مكانها كما سبق وكما عهدوا في الأولاد السابقين. هذا يعطي علامة استفهام عند العائلة ليش ولدي مختلف ليش لا ما هو زي أخوانا الباقين. في هذه الحالة برضو لابد من مراجعة طبيب جراحة الأطفال لأن في لحظة من لحظات العمرية وحسب تقدير الجراح والفحص السريري والفحص بالأشعة يقرر إذا كان يجب عمل عملية لإرجاع وإنزال الخصية إلى داخل أو إلى الموقع اللي مفروض تكون فيه أو إن الانتظار ومتابعة أو إن عمل لا شيء وخليها زي ما هي. وخصوصا إن يعني المعلومة اللي دائما ألاحظها من العائلة وتكون ملخبطة شوي المعلومات إن طيب ما هي الخصية خلها برا ولا داخل ولا في أي مكان. لا سبحان الله يعني ربي خلق الخصية بحيث أنها تعمل في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم لذلك هي خارج الجسم تعمل على 34 بينما حرارة جسمنا 37 يصير إذا قربت وكانت في داخل الجسم لن تعمل وظيفتها سواء الوظيفة الهرمونية أو الوظيفة الإنجاب بالشكل الصحيح وحيؤدي إلى مشاكل إن لم تكون في خارج الجسم. ممتاز. طيب أذكر من جديد بأرقام التواصل لكل الأشخاص اللي عندهم أسئلة أو استفسارات في متعلق بموضوع حلقتنا اليوم عن جراحة الأطفال. تقدر تسألنا من خلال الهواتف المباشرة الأول 011-21-78-585 الرقم الثاني 012-61-61-100 الواتس أب 055-66-89-001. جميل أرجع معك دكتور والآن ممكن نتكلم دكتور عن حديثي الولادة. هل مثلا دكتور تنصحوا بإجراء فحوصات معينة بحيث أنه نتأكد من سلامة هذا الطفل وإن شاء الله ما يكون عنده أي شيء؟ هل في فحوصات معينة تنصح فيها؟ أكيد هي في فحوصات ثابتة مشرعة من وزارة الصحة وموزعة من وزارة الصحة على كل المستشفيات سواء الحكومي أو الخاص وهذه فحوصات استكشافية للجميع لاستكشاف بعض الأمراض كبرنامج فحص السمع مثلا برنامج فحص الأمراض الوراثية أو برنامج فحص الأمراض اللي في الدم فهذه عموما تتوجد للجميع ويجب عملها للجميع وهذا مطبق في كل المستشفيات وفي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في الخبر متبع حسب تعليمات وزارة الصحة. في فحوصات أخرى تكون إضافية على حسب الوضع. في بعض المرات تكون العائلة عندهم مرض وراثي معين يخشى أن الطفل اكتسبه من الأب أو الأم يتم عمل هذا الفحص لهم أو في بعض الأوقات لا يكون في عرض ما على الطفل يستدعي عمل فحوصات معينة ويتم عملها. ممتاز. طيب دكتور لنفترض أنه من خلال إجراء هذه الفحوصات ظهر أنه عند الطفل هذا حديث الولادة مرض. هل مثلا معرفة
المرض هذا من خلال الفحص من الممكن انه يساعد في حل المرض ويعني باذن الله انه ما يتطور مثلا؟ بلا شك في البدايات وخصوصا بعد ولادة الطفل يكون بشكل عام في جهل طبي عند الجميع هذا الطفل ايش في من امراض او ايش في من مشاكل، سواء مشاكل كانت طلعت من خلال الولادة او مشاكل ما قبل الولادة او مشاكل اثناء الحمل او مشاكل من قبلها هي وراثية. معرفتها على بدري وعلى بخلال من الأربعين يوم أو الشهر الأول من الولادة حيساعد أولا بعلاجها بشكل مبكر وحيساعد باتقاء أو تجنب المضاعفات اللي ممكن تصير من خلاله. يا سلام جميل. إذن يعني خلينا نقول دكتور نوجه هذه النصيحة لكل الأشخاص أنهم يحرصوا على موضوع الفحوصات هذه ويأخذوها بعين الاعتبار بحيث لا سمح الله ظهر أي نوع من أنواع الأمراض وفي إن شاء الله قدرة أنه الدكتور يساعد في علاجها، فهذه نقطة تحسب للأهل أنهم كانوا واعين وعندهم المعلومة وعندهم الحرص الشديد تجاه ابنهم. نعم بلا شك. جميل. طيب دكتور إحنا الآن موعد الفاصل الثاني، استأذنك استأذن جميع المستمعين الكرام نطلع لفاصلنا الثاني وبإذن الله راجعين نكمل حلقتنا اليوم المتعلقة بجراحة الأطفال واللي بتحتوي على محاور مختلفة فيما يتعلق بجراحة الأطفال. فاصل قصير ونرجع نكمل، خلوكم معانا على السمع. عودة من جديد معكم مستمعي الكرام مع سعادة الدكتور خالد موسى استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. اليوم طبعا عنوان حلقتنا هو كل ما يتعلق بجراحة الأطفال، تحدثنا عن أمور كثيرة تتعلق بجراح الأطفال وإيش الأمور اللي بيسويها، فودنا نتيح لكم مستمعين الكرام طرح أسئلتكم وكل استفساراتكم عن طريق هواتف البرنامج المباشرة الأول 011-21-78-585. أما الهاتف الثاني فهو 012-61-61-100. جميل، أرجع معك من جديد دكتور، وممكن كمان نواصل أكثر عن ما يتعلق بالحالات الأكثر شيوعا، يعني يمكن تكلمنا عن 3 حالات الآن وودنا كذا نستزيد دكتور ونتحدث عن حالات أكثر. في المستشفيات عادة وفي الطوارئ يوصل نتكلم عن يوم نتكلم عن حالات جراحة الأطفال أو الحالات اللي ممكن الأكثر شيوعا ممكن نصنفها إلى صنفين. صنف أو اللي يجي في حالة طارئة وهذا يكون يعني العائلة تجيب طفلها إلى الطوارئ لعمل لطلب المساعدة الآنية. وفي حالات ثانية لا، تعتبر الحالات الاختيارية اللي المشكلة تكون موجودة مع الطفل لفترة معينة من الزمن والعائلة قررت الآن عمل حل لهذا الموضوع. تكلمنا عن الختان، هذه من الحالات اللي تكون نقول عليها أنها باردة أو حالات اختيارية. وحتى موضوع الفتاق ممكن يكون إما حالة طارئة للأعمار اللي أقل من 3 شهور، أي طفل عنده فتاق في أقل من 3 شهور ينصح العائلة بالتوجه مباشرة إلى جراح الأطفال إن لم يتوفر إلى الطوارئ. في الحالات الاختيارية اللي نشوفها برضة ممكن نشوف زي ما تكلمنا عن موضوع الخصية المهاجرة اللي ما تكون في مكانها وتحتاج تدخل جراحة الأطفال. في الحالات الطارئة الأكثر برضو شيوعا اللي نشوفها هو التهاب الزائدة الدودية. الأطفال كثير عندهم موضوع آلام البطن وتتعدد أسبابها وتتفاوت من شيء بسيط جدا إلى شيء معقد جدا. أنا كأب ولا كأم يمكن أوقات ما أقدر أعرف وين طفلي من هذه القائمة، هل هو في الأقل ولا في، وخصوصا عند الأطفال كثير مشهور وموجود موضوع النزلات المعوية
اللي ممكن تكون مجرد نزلة معوية وتروح بعلاجات بسيطة أو علاجات في مستشفى، لكن الحالة اللي تهتم فيها أو يستدعي تدخل جراحة الأطفال هي التهاب الزائدة الدودية. في كان مفهوم عندنا إن لا، التهاب الزائدة الدودية ما يجي إلا للكبار، لا هو في الواقع يجي للصغار، ابن أعمار ممكن من 3-5 سنوات إلى أكبر شيء إلى 15 سنة، شائعة نشوفها كثير وتجينا كثير. الحمد لله الآن في الفترة الأخيرة صارت عمليات استئصال الزائدة الدودية في المنطار، وهنا في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في الخبر متوفرة كل المعايير اللازمة العالمية لعمل العملية بنجاح ولخروج بنتائج ترضي المريض أولا والعائلة بالمنظار تتعمل، والآن نعملها الآن في المنظار، وخصوصا المناظير الحديثة اللي هي الأقل حجما وأقل تأثيرا على الطفل من ناحية جراحية، لكنها أكثر فائدة لاستئصال الزائدة الدودية وعلاجها. ممتاز. طيب دكتور، فيما يتعلق بالفتاق مثلا والزائدة الدودية والخصية المهاجرة، هل في مثلا أسباب معينة دكتور من الممكن أن الأم تتجنبها مثلا عشان ابنها يكون سليم في حال الولادة مثلا؟ في حالات الفتاق هذا يكون دائما وأبدا هو شيء خلقي خلال تكون الجنين في بطن الأم، في لسبب أو لآخر، منها معروف ومنها غير معروف طبيا، يؤثر على نمو العضلات وعلى انسجام وإحكام إغلاق العضلات، فبالتالي إن لم تكن مغلقة ومحكمة هيكون في فتاق ويخرج من خلالها المحتوى البطن. بالنسبة للخصية المهاجرة عادة شيء خلقي، هي تعتمد على هجرة الخصية من البطن إلى خارج البطن خلال مرحلة الجنين، إن لم تصل إلى موقعها النهائي اللي هو في خارج البطن هنا تسمى الخصية المهاجرة، وكلها تعتمد على هرمونات في خلال الحمل، ليس للأم ولا للعائلة أي دور فيها، شيء خارج عن الإرادة. بالنسبة للزائدة الدودية، الزائدة الدودية في لها بعض المسببات اللي معروفة عندنا، وخصوصا عند الأطفال اللي أقل من 7 سنوات، أكل الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى اللي معروف عنها تؤدي إلى إمساك، وخصوصا المكسرات. المكسرات أحد الأسباب اللي ممكن تعمل التهاب في الزائدة الدودية، عشان كذا ما ننصح إنه أقل من أول ابتدائي لا يأكل، لأن الأطفال ما حيعرفوا إنه يأكلوا المكسرات بالطريقة اللي يأكلوها الكبار، فبالتالي القشور اللي لا تهضم وتخرج مع الفضلات ممكن أنها تسبب التهاب في الزائدة الدودية. طيب على طاري الأكل يا دكتور، هل في مثلا نوعية من الأطعمة خلينا نقول يفترض أن الأطفال يتجنبوها بحيث أنه ما تسبب لهم مشاكل؟ في الواقع يلاحظ أن عادة الطفل الأكثر وزنا واللي يأكل أكثر من الأكل السريع والغير صحي عرضة أكثر لالتهاب الزائدة الدودية، وعرضة ومن قبلها يكون عرضة أكثر للنزلات المعوية المتكررة. صحيح. وكثرة النزلات المعوية ممكن تؤدي مع مرور الوقت إلى التهاب في الزائدة الدودية. صحيح. وهذه نقطة صرنا نلاحظها دكتور مؤخرا في السنوات الأخيرة، نشوف يعني بعض الأطفال أوزانهم يعني شوي كبيرة غير يعني مناسبة لطفل، فممكن هذا يرجع أكيد للوالدين، يعني مفترض أنه الوالدين يكون عندهم نوع من الوعي بحيث أنه ما يكون الأطفال بهذا الوزن، الطفل لابد أن يكون يعني جسمه مناسب. صحيح. وفي الفترة الأخيرة لاحظنا في أكثر وعي في المجتمع عموما وعند العوائل خصوصا بموضوع السمنة خصوصا لدى الأطفال. في الماضي كان المفهوم لا، خلي الولد يأكل ويأخذ راحته بكرة بيكبر ويدبر أموره، لكن ظهرت عندنا أمراض سواء أمراض باطنية أو أمراض هضمية أو أمراض جراحية. صحيح. لذلك حتى الوزارة اهتمت في الموضوع في برنامج معالجة السمنة ومتابعتها. يا سلام. وفعلا يعني من ضمن الأضرار اللي بتسببها السمنة دكتور
السكري مثلا، يعني تحزن لما تشوف يعني طفل وعنده سكر يعني فلسه هو صغير في العمر يعني. نعم. طيب دكتور، الآن نبغى ناخذ سؤال وردنا عن طريق الرسائل أو الواتساب. تسأل طبعا تقول ابني، أم عمر طبعا تسأل تقول ابني عمره 8 أشهر قليل النوم، فهل في مشكلة معينة مثلا طبية؟ قلة النوم أو زيادتها أو شيء غير خارج عن الطبيعة اللي متعود عليها الطفل، لكل إنسان فينا لاب باتر معين وطريقة معينة في النوم من عدد الساعات أو من توقيت الساعات أو من خلال النوم متى يستيقظ ومتى لا، وإذا كان مستمر أو لا. أي خروج في سلوكيات الطفل عن المعتاد عليه يعتبر شيء غير طبيعي، ولا بد أن يكون فيه سبب ما. ينصح في هالحالة مراجعة أولا طبيب أطفال عام لفرز الموضوع عند الطفل، هل هو لأسباب عصبية أو لأسباب نفسية أو لأسباب تتعلق بالتغذية أو لأسباب أخرى، وبالتالي يحولها أو يستعين بالتخصص المفروض يعالج هذه المواضيع. ممتاز. طيب نذكر قبل الفاصل بأرقام التواصل لكل الأشخاص اللي حابين يستغلوا تواجد سعادة الدكتور خالد موسى استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر، حابين يستغلوا وجوده ويطرحوا أسئلتهم ويتثقفوا أكثر عن كل ما يتعلق بعنوان حلقتنا اليوم جراحة الأطفال وكل المحاور الخاصة بهذا العنوان. تقدر تطرح سؤالك عن طريق الهواتف المباشرة، الهاتف الأول 011-21-78-585، أما الهاتف الثاني فهو 012-61-61-100. وتقدر كمان شاركنا عن طريق تطبيق الواتس أب 055-66-89-001. وكمان وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام، تقدر تسوي منشن للإذاعة @ألف ألف FM، تكتب سؤالك واستفسارك أو تكتبها في آخر في رد آخر تغريدة حنقراها إن شاء الله على الهواء مباشرة. طيب الآن نستأذنكم مستمعين الكرام، نطلع لهذا الفاصل القصير وحنرجع إن شاء الله نكمل معاكم حلقتنا اليوم مع سعادة الدكتور خالد، فخلوكم معانا على السمع. ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام، واصلين معاكم حلقة طبابة اليوم بعنوان استشاري جراحة الأطفال وأبرز المهام اللي بيسويها وأبرز الحالات اللي بيستقبلها في عيادته. طبعا ضيفنا اليوم سعادة الدكتور خالد موسى استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر. طيب نذكر بأرقام التواصل بشكل سريع، الهاتف الأول 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-61-61-100، تطبيق الواتس أب 055-66-89-001. معنا الآن اتصال من خليفة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية أخوي. الله يعافيك أخوي. ودي بس عندي مداخلة عشان بدي أتكلم مع دكتور بخصوص طفل. تفضل. وقت الولادة زين ظهر شد يد بقوة أو شيء من الشغلات هذه، تقطعت الأعصاب من الكتف من الخلف من الوراء. ما أدري الحين طفل ما يرفع يده كامل فوق، الحين العمر تقريبا 3 سنوات، في علاج. طيب دكتور اي نعم، يعني سأل خليفة. نعم فعلا هذه من الحالات اللي يعني تعرض وتتشاف في مستشفيات وخصوصا عند لسبب او لاخر خلال عملية الولادة. في الحالة هذه يكون اشبه ما يكون بالخلع للكتف كأقصى شيء، او اقلها بتمزق زي ما تفضلت في بعض الاربطة او بعض الاعصاب.
يفضل دائما أننا نراجع دكتور أعصاب أطفال، وهذا تخصص متوفر عندنا في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر، وعمل وفي أشياء كثيرة ممكن تتعمل تتراوح ما بين أولا تشخيص ومعرفة السبب والحدود والموجودة ومدى عمق الإصابة، ثانيا ممكن تتراوح العلاج ما بين علاج طبيعي، وفي استجابات كثير ممتازة وكثير كويسة على العلاج الطبيعي، إلى أكثر حيكون الطبيب المختص في الأعصاب عنده دراية فيها أكثر، ولابد أن نراجع فيها عشان ما تأثر بعدين لما يكبر الطفل تكون صعوبة عنده في تحريك جزء جدا مهم من جسمه. جميل. طيب في اتصال ثاني من أخونا محمد، تفضل. مساء الخير أخي السيد. مساء النور يا مرحبا. مساء الخير الدكتور. أنا عندي بس سؤالين على السريع كذا حاب أطرحها على الدكتور فيما يخص جراحة الأطفال. أنا عندي طفل عمره 2.5 الآن، عنده المشكلة الأولى عنده إحدى الخصايا مهاجرة، يعني ما نزلت في كيس الصفن، فما هو العمر في العملية؟ وهل في أمور مساعدة؟ أنا استشرت أحد الدكاترة الأطفال قال لي استخدام الحمام الدافئ للطفل وجلوسه فيه قد يساعد على نزول الخصية إلى الكيس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا عملت للطفل ختان بعد ولادته بعمر 15 يوم، بس للأسف الدكتور يعني الفينش ما كان كويس، دائما الطفل بيصاب في الحلقة، دائما في احمرار أو تجرح ساعات، مع أني بستخدم له يعني نوع حفاظ ممتاز وما أخليه يطول في الحفاظة وكذا، لكن يعني بصفة مستمرة دائما في احمرار وساعات يصبح فيه زي الجرح، فاضطر أن نستخدم له مراهم لمعالجة المكان، وفي وأنتم بكرامة في رأس الذكر في زي الجلد الزايدة كده، يعني العملية ما كانت بشكل مناسب عملية الختان، فهل في أمر يعني بخلاف أن أعيد العملية الآن الطفل بعمر 2.5 وآلام العملية وكذا ما هتكون زي للطفل المولود يعني ينساها وتروح ويكون الشفاء والعلاج فيها أسرع، ففيها ألم على الطفل وكذا، هل في أمر آخر خلاف العملية؟ الاحمرار هذا اللي يصيب الحلقة وكذا لأنه الظاهر أنه الجلدة زايدة شوية فبتغطي مع نزول البول وكذا فيصبح فيه دائما احمرار أو جرح أو كذا. هذه أسئلتي دكتور، وشكرا أخوي سعيد على البرنامج. يعطيك العافية أخي محمد. دكتور تفضل. كان عنده سؤالين جاوب عليهم. بالنسبة للخصية المهاجرة عموما، الخصية المهاجرة ما يكون لها موقع معين ونقول عليه هذه خصية مهاجرة، موقعها يتراوح ما بين عدم وجودها خارج الجسم في كيس الصفن وإلى أنها تكون في موجودة في منطقة العانة أسفل أو منطقة العانة في الوسط أو منطقة العانة في الأعلى أو أنها موجودة في داخل البطن، على حسب وجودها يحدد طريقة العلاج والخطة العلاجية المفروضة. إذا كانت لا تنزل أبدا إلى كيس الصفن وهي موجودة في منطقة العانة لابد من عمل العملية، والعمر المناسب بناء على الدراسات العالمية اللي سووها، عملوا أكثر من 200,000 طفل شافوا أن عملوا لهم عمليات في أعمار مختلفة عن سنة وسنتين وخمس سنوات وشافوا النتائج بعد 20 سنة كيف التأثير. أفضل عمر لعمل العملية إذا كان لابد أنها تتعمل بعد قرار الجراح يكون على عمر سنة وما حولها زائد ناقص شهرين بناء على تقدير الجراح. من هذا العمر تبدأ الخصية، تبدأ عملها الهرموني من هذا العمر، وخلنا نقول صناعة الحيوانات المنوية صحيح هي تبدأ عند البلوغ، ولكن أمهات مصنع الحيوانات المنوية تبدأ من عمر مبكر ممكن على سنة. فلهذا السبب ينصح دائما، ودائما هذا المتبع عالميا وعندنا وفي كل مكان، على عمر سنة مفروض تعمل العملية. في حالة الخصية كانت لا، من النوع اللي في نوع يكون موجود الخصية النطاطة أو التي ممكن ترجع وتدخل، في هذه الحالة تقريبا الوحيدة اللي ممكن يفيد معها شوي حتى مو بكثير موضوع المساج أو الحمامات الموية الدافية. أنصح بهذا الموضوع أن نراجع دكتور جراحة أطفال في أسرع وقت لتحديد مدى أهمية عمل العملية الآن، وخصوصا العمر 2.5
ما مفروض نتأخر عن هذا الأمر. بالنسبة للختان بشكل عام، الآن الختان بشكل عام هو المطلوب من النتيجة النهائية. أولا يكون الشكل النهائي مرضي للعائلة وللطفل إذا لما يكبر. اثنين، أن الوظيفة من أو الهدف من الختان يكون يتحقق، وهو النظافة والطهارة. إذا ما قدرنا نحافظ على النظافة من بعد عملية الختان، يكون إما في جلد زايد أو في التهابات تحت الجلد أو في أوساخ تتجمع تحت الجلد الزايد أو يؤثر على التهابات متكررة في الجلد، هذا أكيد أحد الأعراض اللي لابد من علاجها. وغالبا على حسب برضو تقدير الجراح هل تحتاج إعادة ختان أم علاجات. هذا أول شيء. الشيء الثاني اللي يهمنا كثير إن الوظيفة تكون صح، وظيفة العضو اللي سواء في التبول أو إذا كبر عند الإنجاب أن تكون الجلد مناسب لأداء هذه الوظيفة. الشيء الثالث أنه يكون مرضي للطفل لما يكبر ما يشوف نفسه مختلف عن زملاء أو أخوانه الباقين، أن نكون كلهم زي بعضهم أو متشابهين. إذا في بعض المرات أكيد أن لكل عمل جراحي في مضاعفات، مضاعفات بسيطة ومضاعفات كبيرة. من ضمن المضاعفات إن ما يكون عملية الختان اتعملت بالشكل الكامل أو بشكل شوي متواضع، فبالتالي لا تطلع النتيجة مرضية لا للعائلة ولا للطفل كوظيفة ولا للمحيط. جميل، أشكرك دكتور خالد على الإجابة. إن شاء الله أخوي محمد قدمنا لك إجابة شافية وكافية يا رب. ألف شكر لك سعد دكتور خالد موسى، استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. الله يعافيك، ألف شكر لاستضافتنا، وإن شاء الله يكون أفدنا وأفدنا جمهورنا. وبإذن الله تعالى لأي استفسارات للجمهور جميعا، في عندنا أرقام للتواصل في العيادة، وفي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في الخبر وفرت مختصين للإجابة على التساؤلات وتحويل السائل إلى الجهة الأكثر دقة وصحة لإعطاء المعلومة. يا سلام، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لك، وشكرا لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر على الجودة في العمل اللي بيقدموها لكل الأشخاص اللي بيراجعوا في مستشفى الدكتور سليمان. شكرا لكم جميعا أنتم مستمعين الكرام على استماعكم للحلقة. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم، حلقات جديدة، مواضيع طبية جديدة، وضيوف أطباء جدود. نشوفكم على خير في أمان الله.